فهمني شو هاد؟ شو عملت يا ولد؟ مانو؟ شو عملت؟ ستي؟ أنا عم ألغي العرس. يا قدير طلعوا لهنيك. اجت هي انتو النسوان كلكن هيك، ما بيلبق لكن الدلال. انتو مكانكن هون تحت رجلي، ما بتنحطوا على الراس. فهمتي علي ولا لا يا ست بابلي؟ مين هدول البنات؟ وشو عم يعملوا هون؟ وليش وقفت المراسم؟ أنا رح أقول لك حماتي. هدول هنن حقيقة هذا الزلم الوسخ، هذا وشه الحقيقي. خبرتكن من قبل انه هو شخص سيء وما بيليق فينا ووسخ.